لا شك انه اليوم احنا عندما نتكلم عن انه دولة العدل الالهي عندما تقوم، ما هي السيرة التي سوف ينتهجها الامام صاحب العصر الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا؟ ابتداء هو راح يعني احنا ما راح نقدر اليوم احنا نتكلم بالغيب الا بالروايات اي احسنت، الواردة، ومن هذا الباب باعتبارك اختصاصك. وبالتالي انه الجانب الأكبر من سياسته العالمية هي سوف تكون محجوبة عنا في الوقت الحاضر، لكنه من خلال سيرة المعصومين ومن خلال الخط محمد وآل محمد راح نعرف، يعني نقدر أنه نضع تصور حول ما سيجري اليوم البشرية. يعني احنا بالروايات الواردة عن ظهور الإمام أنه لا يبقى أهل بيت يقولون إن لو حكمنا لفعلنا، أحسنت، إلا ويحكمون ويثبت خطأهم في الحكم. فبالتالي أنه في حتى يظهر الإمام كل النظريات وكل الفلسفات سوف تطبق على أرض الواقع ويثبت فشلها من خلال التطبيق. في حديث أعتقد موجود حتى يخرج كل ذي صيصة صيصة عن نعم. الإمام الصادق. فبالتالي تفشل كل النظريات باعتبار أنه كل هذه النظريات هي لم تنهل من المنهل الإلهي العذب، لم تنهل من مما أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. فيها كثير من هذه النظريات، فيها كثير من قضية المطامع والبحث عن السيطرة والنفوذ لأغراض هي لا تقوم على أساس خدمة الناس وخدمة البشرية، ولا تقوم أيضا على أنه تحكم وفق ما يحكم به الله سبحانه وتعالى أو بما أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. ولنضرب مثل اليوم احنا في الوقت الحاضر، البشرية اليوم احنا نتكلم على أنه البشرية وصلت إلى القرن 21، واليوم بدأت أنه في مجال التقنيات تصل، يعني اليوم احنا عندنا كلام يدور حول انه البعض يتكلم كيف انه يضعون بعض الكواكب تكون مأهولة بالبشر. نعم. ويعني اليوم احنا عبرنا قضية المريخ وقضية القمر، لا اليوم هنالك طموحات بشرية انه تصل الى بعض الكواكب اللي تكون قريبة من الارض في مواصفاتها، وبالتالي ربما تكون مأهولة وتقام عليها مستعمرات بشرية. أحسن. في ظل هذا التطور العصر، والانفتاح هذا التطور والانفتاح، تعتقد أنه أنت يعني اليوم كل من تصله هكذا مسج، يعني هكذا رسالة يقول أنه البشر وصلوا إلى هذا المستوى، إذا في الجانب الآخر، في الجانب الإنساني المفروض أن هنالك تطور موازي، بمعنى من ناحية المنظومة الأخلاقية اللي تحكم البشر، ومن ناحية أنه التطور العلمي لازم يكون يعني تطور أخلاقي، تطور أخلاقي، تطور تعامل رفاه، بين الإنسان، سعادة، يعني على مستوى السعادة، أنه اليوم أنت كل الرسالات جاءت حتى تحقق السعادة للبشر، يعني هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أحسن. يعني الله سبحانه حصل وتعالى هذا الموضوع يعني حاليا في هو هذه الفكرة. نعم. أنه هذا لم يحصل بالعكس، اليوم احنا بالوقت الأسوأ. بالوقت اللي نلاحظ انه اليوم احنا في الولايات المتحده والغرب. نعم. انه يفكر انه يصل للمريخ، لكن في منظومته الاخلاقيه اليوم هو ارتد الى الوراء، وبالتالي نجد انه سيره قوم لوط حاليا هم يطبقوها، بل منهجوها وفقا للقانون.